اليوم قمة البحرين انتهت بمخرجات جدا مهمة، قرارات جدا مهمة سواء على الجانب على الصعيد السياسي أو التعليمي أو الصحي أو ما إلى ذلك. كيف نظرت إلى هذا المكان؟ ممتاز. خير دليل بهذا الكلام هو ما تفضل فيه معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بغيط عندما قال بأن اتسمت قمة البحرين بالسلاسة والهدوء، تساموا فيه القادة العرب على جميع الخلافات، مما أدى إلى نتيجة كبيرة ونتيجة سامية، ألا وهي بيان خاص للعدوان الإسرائيلي على غزة. هذه الطبخة السرية لا يستطيع أحد أن يفعلها إلا جلالة الملك حمد لعلاقة الدائمة مع كل القادة العرب. من المتوقع أن تكون نتائج هذه القمة مرتقبة بشكل كبير. الآن نرى بأن البحرين دعت دعوة جدا كبيرة، رحبت من قبل الأمم المتحدة بأن يكون هناك مؤتمر لحل القضية الفلسطينية برعاية أممية. يعني هذه الأمور تكون جديدة على القمة العربية، يعني خاصة القمة العربية، لأن القمة العربية دائما تكون فيها كلام كبير وحكي كثير، لكن قمة البحرين الآن مثل ما انت شايف المركز الإعلامي الكل سعيد بنتائج هذه القمة. لعل وعسى بأن تكون القمة هذه يعني مستمرة بنتائجها إلى الأيام القليلة القادمة بإذن الله. الحقيقة يعني أنا لفت نظري العديد من النقاط في البيان الختامي لهذه القمة، الحديث عن القضية الفلسطينية التي استعادت ألقها انطلاقا مما أشار إليه جلالة الملك إلى البيان الختامي ما بين معالي وزير الخارجية وأمين عام الجامعة العربية. يعني أنا برأيي حظيت بما تستحقه من دعم عربي. كما نعلم أن هذا العدوان دخل شهره الثامن وهناك استهتار دولي بهذه القضية التي أصبحت القضية رقم واحد. أيضا على مواضيع الأخرى التي تؤكد على الوحدة العربية، تؤكد على الاعتماد على الإنسان العربي والشباب العربي، يعني هي رؤية مستقبلية لقادم الأيام، ونحن نعلم جميعا أن هذا الجيل هو سيكون جيل القيادة في المستقبل، فعليه المعول. يعني أنا أقول إن قمة المنامة هي قمة الأمل وهي قمة التفاؤل للشعوب العربية التي يعني تنتظر بفارغ الصبر أن ينتقل هذا البيان الختامي من حيز الكلام إلى حيز التطبيق على أرض الواقع، وهذه الآمال المعلقة، ونحن إن شاء الله تعالى متفائلون بهذه التغطية التي يعني لقيت دعما ومؤازرة. نحن في اتحاد إذاعة الدول العربية نعتز بها. البيان الختامي لهذه القمة لا شك أنه يمثل انتقال لنقل بالبيان العربي، يعني رأينا إجماع لكافة الدول العربية، رأينا اهتمام حتى من عدد وزراء الخارجية المشاركين في صياغة هذا البيان. طبيعة القضايا ربما هي مؤلمة جدا، يعني مثل القضية الفلسطينية، ولكن في ذات الوقت رب ضارة نافعة. نحن نتحدث عن قضية التأمت عليها المجموعة العربية واجتمع عليها الرأي العربي ليمثل ربما كلمة قوية بوجه كل هذه العربدة الإسرائيلية ضد الأخوة الأشقاء في فلسطين. أضف إلى ذلك أنها انتقلت إلى بعد آخر وهو بعد تأسيس الدولة الفلسطينية، رفع الظلم. هذا واجب ربما ليس فقط على العرب ولكن على كل منظومة الدول المشاركة في الأمم المتحدة، ولكن عندما نتحدث عن المطالبة بإشهار دولة فلسطين والمطالبة أيضا بقوات حفظ سلام تضمن عدم الاشتباك مع الجزء أو الجانب الآخر، العودة إلى قرارات الشرعية الدولية الممثلة بحدود 67 لحماية وإيجاد الدولة الفلسطينية، كل هذه القرارات لم نكن لنسمعها موحدة في بيان واحد إلا إن كان هناك تفاهم على كافة النقاط. قمم عربية سابقة، كان هناك القمة 32 في المملكة العربية السعودية، لم تكن التحديات العربية بهذا الشكل ومثل ما نعيشه الآن في هذه الأوقات. فقمة البحرين يعني جمعت الرأي العربي على أكثر من قضية، ولو أنه إذا ما قلنا أن يعني ابتعدنا قليلا ربما عن الشأن السعودية
السوداني والذي يعتبر سودانيا سودانية، يعني ليس بربما حلول عربية ولكن يفترض أن يأتي الحل من الداخل. لذلك ارتأى القادة وممثلو القادة أن يتجهوا إلى القضايا القابلة للحل والقضايا الأكثر دقة وأكثر أحقية. هذه القمة مميزة، مميزة أولا بالمكان الذي عقدت فيه في مملكة البحرين، ومميزة لأن العالم العربي يمر بظروف استثنائية كبيرة جدا من بينها العدوان الإسرائيلي على غزة. هذه القمة جاءت لتستجيب للشارع العربي الذي كان ينتظر في قرارات مهمة من القادة العرب تلبي كل الحاجيات المطلوبة على الساحة العربية، كما أنها جاءت لدعم اللحمة العربية والعمل العربي المشترك من أجل تطوير آليات وضوابط العمل العربي المشترك ومواجهة كل التحديات التي طبعت الساحة العربية في الآونة الأخيرة.